بعد الجلسة النيابية الأخيرة التي لا تختلف في شيء عن الأولى، وقبل يوم على انتهاء مهلة التمديد الأولى لنوابنا، كان لابد من استجوابهم لمعرفة ما حققوه في السنتين الفائتتين، باعتبار أن التمديد جاء لهدفين ساميين هما وضع قانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد. فإذا بهم ينجحون في شيء واحد فقط، وهو القدرة على إيجاد مبررات لفشلهم النيابي. البرتقالي تغيب كالعادة محتفظاً لنفسه بحقوقه النيابية الكاملة ما عدا حضور الجلسات، فلم نستطع مساءلته بخصوص تعطيله العمل النيابي في هاتين السنتين. أما البقية فإجاباتهم وكالعادة جاهزة. نعرف نحن أنه التمديد كحالة شعبية يمكن مسألة مرفوضة، ولكن صار التمديد وفي مكون أساسي بالبلد طرح إشكالية مسائية بانسحابه من الانتخابات فيما لو حصلت الانتخابات، يعني بذلك كتلة المستقبل. نحكى هذا الموضوع، بيقولوا أنه نحن مددنا كرمات المستقبل، يعني هو اللي طلب التمديد خوفا من نتائج الانتخابات النيابية. شو تعليقكم؟ طرحوا هذا الدرج موجود بيطلعوا عليه، منفوت نحن وياهم ننتخب رئيس جمهورية، وبكرة الصبح بنعمل انتخابات نيابية بتكون خلصت القصة. كشعب بعد نوثق فيكم؟ يعني أنتم بهالسنتين ما عملتوا شيء. أول شغلة اللي عم بتقولي صحيح، وما بدي أظهر بمظهر مدافع عن شغلة لا يدافع عنها، لأنه ما أمنا بمسؤوليتنا كما يجب، ما كنا على قد توقعات الناس منا، وهون الاعتذار وحده لا يكفي. رح نحط كل تقلنا، بس ما تغير شيء، الظروف ما تغيرت. يعني اليوم عم تقولوا شو اللي تغير بهالتمديد؟ انه رح اقول لك تغير اليوم. اول شيء كلنا عارفين انه البلد على ما بقى يحمل، ويلي منه عارف انه البلد ما بقى يحمل عن جد بيكون هو غايب عن الوعي وغايب عن الناس وغايب عن الظروف. هون كل واحد منا بده يتحمل مسؤوليته. حليف المستقبل الكتائبي الذي رفض التمديدين يرى تاليا أنه لم يخفق، وعن تأجيل الانتخابات يرى النائب إلي ماروني أنه الحل الوحيد أمام عدم وصول المتطرفين إلى البرلمان، جملة تكررها شخصيات الثامن من آذار وراء الكواليس عن سبب إصرار تيار المستقبل على تأجيل الانتخابات. فكرة الانتخابات، الظروف الأمنية الصعبة الحقيقة، بدي إياكم تطلعوا على البقاع وتشوفوا بكل المناطق الخوف والرعب والقلق. اثنين، الخطف اليوم صباحا كان طريق سعد نايل تعلبية مسكر. طيب إذا كمان نهار الانتخابات وتجمعات شعبية بده يخطفهم، يعني هنو عم بينتخبوا، يعني اليوم خطف طول عمره بالبقاع مش شي جديد. لكن أنا مش خبير عسكري ولا خبير أمني، من قائد الجيش إلى غيره نصحوا انه الوضع الامني غير سليم. ذريعه الوضع السياسي اضبط من ذريعه الوضع الامني. الوضع السياسي كمان بدكم تاخذوا شوي، انه التطرف عم ينتشر ونحن عم نسعى وراء الاعتدال. اليوم بدكم التطرف يصير بمجلس النواب، هذا كمان خذوه بعين الاعتبار. وفي ظل الياس الذي يعيشه الشعب لاضطراره الى تحمل هؤلاء النواب 10 سنوات، اذا بنافذه فرج تفتح ولو كلاميا. حصل التمديد، هلا نحن امام امتحان اخر، وهو انه تتوصل هيدي اللجنه لوضع قانون جديد للانتخابات، اقصى مهله له حتى اخر هيدا العام، على اساسه اذا صار في قانون جديد بنقصر مهله التمديد وبنروح على انتخابات. احنا قلنا الاساس هو انتخاب رئيس جمهوريه، اذا انتخبنا رئيس للبلاد وقدرنا نوصل الى توافق على قانون انتخابات، ساعتها بيصير في مجال تقصير الولايه واجراء الانتخابات مبكره. لكن من اعتاد طوال سنتين واكثر ان يكون عاطلا من العمل، فعلى الارجح سيحتاج الى سنتين اخريين ليقلع من اول وجديد. نوال بري، قناه الجديد.